خلونا نروح لمداخلة مهمة، مزيد من التفاصيل. المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني أخبار إيجابية، واسمح لي أكون هنا مكان المواطن وأسألك عن تفاصيل هذه الأخبار، تفضل. في الحقيقة يا فندم، كما أعلننا اليوم وكما أعلن دولة رئيس الوزراء، الصفقة هي صفقة كبرى بالشراكة مع كيانات كبرى بهدف الاتفاق. الصفقة بتمثل اتفاق على مشروع تنموي عمراني كبير بيستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والصفقة يعني والمشروع إن شاء الله سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. الصفقة هي بتسعى باستثمار أجنبي مباشر ضخم، فيوفر بطبيعة الحال سيولة دولارية كبيرة للدولة المصرية تساعد على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سوق الصرف. أيضا الصفقة بتمثل فرصة استثمارية كبيرة، لأنها سوف توفر مئات الآلاف من فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المشروع. أيضا قطعا هناك المئات وربما الآلاف من الشركات والمصانع التي سوف تستفيد من المساهمة في هذا المشروع، لأنه مشروع تنموي كبير سوف يبنى بسواعد مصرية إن شاء الله. إن شاء الله التفاصيل الحقيقة كلها إيجابية جدا. وخليني أرجع لحضرتك وأقول، لو أنا المواطن فإذا أنا يعني هكون مطمئن أنه هذه الصفقة هيكون في سيولة دولارية، هيكون في انخفاض للأسعار، هيكون في كمان عمالة أن أولادنا يشتغلوا، ويكون في مشروعات ويعني تساعد كمان الشركات السياحة. يعني الحقيقة أكثر من جانب داخل هذه الصفقة. أكيد يا فندم، كما ذكرت حضرتك إن شاء الله التوقيع على الصفقة سيكون غدا إن شاء الله، وسوف يعلن دولة رئيس الوزراء كافة التفاصيل المرتبطة بالصفقة. ولكن يعني مبدئيا أقول لحضرتك إنه في العديد من الجوانب الإيجابية للصفقة بخلاف الاستثمار أو المبلغ المباشر للصفقة. كما ذكرت حضرتك هناك كما ذكرنا هناك فرص عمل، هناك فرص للشركات المصرية المشاركة في الصفقة، وهناك أيضا استثمارات سيتم ضخها. وإذن يعني المشروع له العديد من الجوانب الإيجابية التي سوف تسهم إن شاء الله في تجاوز التحديات الراهنة. وأهم نقطة يعني خليني أقول لحضرتك هي أنه الصفقة بتمثل فرصة كبيرة لتأكيد وشهادة لقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة إن شاء الله. وكذلك يعني الصفقة هي أبلغ دليل أو أبلغ رد على الذين يتشككون في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة. أكيد أنا بتفق جدا مع حضرتك، وإن شاء الله مصر تعدي من هذه الأزمة الاقتصادية، ونقدر من خلال هذه الصفقة وصفقات أخرى زي ما حضرتك قلت إن إحنا نكون يعني عجلة التنمية تدور، وإن شاء الله في تقدم بإذن الله. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. مستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.